السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. مفاجأة من العيار الثقيل هي الأهم منذ 7 سنوات تسلج صدور المقيمين في المملكة العربية السعودية. متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. مفاجأة أسعدت المملكة العربية السعودية الوافدين بقرارات كثيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا. وكعادتها المملكة لم تدعهم لوحدهم، بل عاملتهم معاملة المواطنين. وفي أولى قراراتها أقرت رفع بعض الرسوم عنهم، وتأجيل القروض، وتمديد الإقامة مجانا، وتقديم دعم مالي لمن يحتاجه، وسمحت لهم بالخروج بزيارة لمن يرغب في ذلك خلال هذه الفترة، بإضافة للعديد من القرارات. كما أعلنت مؤخرا أن الحكومة السعودية ستتحمل رسوم المقابل المالي عن فئة من المغتربين لمدة 3 سنوات، وأبقت فاعلية تأشيرات الخروج والعودة صالحة لحين انتهاء الأزمة، وقدمت الكثير من أجلهم، بالإضافة لتأجيل رسوم تأمين المركبات أيضا، وإبقاء رخصة القيادة للوافدين سارية في مفعول دون دفع أي مبالغ. كما كشفت مؤخرا أن علاج المرضى الوافدين الذين قد يصيبهم فيروس كورونا مجانا في المستشفيات الحكومية، وأجلت بعض الرسوم المتعلقة بالإقامة. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.